حكايات أم خليل. حكايات أم خليل عمل درامي من واقع تاريخ مصر وحياة المصريين. حكايات أم خليل، قصة وسيناريو وحوار الأستاذ محمد البهيدي، مونتاج وإخراج الأستاذة علية خضر، بطولة إيمان برية في دور أم خليل، محمود العيوطي في دور المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وتقوم بدور نفيسة المرادية الإعلامية المتميزة فاطمة منصور، وتقوم بدور نفيسة الطفلاني جار، والطفل محمد شادي في دور عبد الرحمن الجبرتي صغيرا. يا ست نفيسة، يا ست الكل، يا ام المماليك، يا ست البرين، يا ام المحسنين. مين؟ انا ام خليل، الست بتاع السد العدب خليل، الحاج عبد الرحمن ابن حسن الجبرتي. اله ربنا ما يحرمني من ونسك يا ست البحرين والبرين. سعيد يا نبي، اللهم صل على سيدنا النبي، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وردة مفتحت لعمرك يا ست الكل، ولا في جمالك في البرين ولا البحرين ولا في الدنيا كلاته. كان تمام سوق الحلاوة جبر يا أم خليل، مش باقي غير جلد على عظم وشعر أبيض، تاني كسرت التمانين. هيه يا أختي بلا تمانين، ده انت ولا بنت التلاتين، طول عمرك وردة مفتحة، بسم الله ما شاء الله عليكي، غيرش بس شلتك للهموم. احكي لي يا ست، وهو ادينا وانا صبعت، واللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاويه. عرفتي يا اختي اللي عملوا المخفي اللي ما يتسمى بسد العادي عبد الرحمن ابو خليل جوزي؟ وانتو كمان، واي سر من وش غراب البين اللي الخضرة في ايده تنشف؟ ما تفهوش اللي عملوا فيه، هاني يحبسني في بيت الشيخ ويحط علي حرس يتدن على مالي وياخد ريالاتي والتماسي البيوت والاراضي، طيب انها ما يبهدلني على شيبتي دي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فك يا ستي وخلي البساط كده احمدي، ده من ظلمه خلى الدلعدس عبد الرحمن الجبرتي جوزي قعد محبوس وكأنه بيعد علينا الانفاس. اخ من المدعو اللي ما يسمى محمد علي، وقال ايه عظيم مصر وزير السلطان وباشا، ده نادل وجبان وغدار، بس اللي عند ربنا ما بيروحش، الحمد لله السبيل والكتاب اللي وهبتهم لله من ايام المرحوم مراد بالجوزي الاولاني ما جاش جنبهم، اللي لله ما بيروحش ابدا. قمر قمر يا ستي، والله قمر. الا ما تاخذنيش يا ستي، يعني هو مراد بيه كان اول راجل في حياتي. وهنا ادرك ام خليل الصباح، فامسكت عن الكلام المباح. انتظرونا في حلقه جديده من حكايات ام خليل. الجده طول عمرنا عارفين حنانها وحكمها، احفادها في حضنها متشوقين لكلامها، الحب
بظاهر في صوتها حتى في عتبها وملامها، والوش تجعيد وترسم تعب السنين وألمها. وكلامنا عن جدة صمدة، كلامها سهل وفصيح، أيامها مهما تعاندها واقفة في وش الريح، تسعى في كل اتجاه لا تكل ولا تستريح. جدتنا يا ستنا أم خليل الحكيمة، قوليلنا إزاي زمان الست كان ليها قيمة، كان ليها موقف ورأي مش جارية، لأ كانت عظيمة. أم خليل يا وتد يا حتة من أرض مصر، اغدر زمانك ولكن متمسكة بالصبر. أسيتي يا ما يا ستي ودقتي طعم المر، كانت جريمتك وذنبك ربيتي راجل حر. احكيلنا حكاويكي، لمينا حواليكي، نسمع وناخد عبر من اللي حصل ليكي، نعرف عن اللي افترى واللي بجاه وتغر. طول يا ليلنا بقى وبلاش يا وقت تمر، طول يا ليلنا بقى وبلاش يا وقت تمر.